حلقة جديدة من برنامج تفضلوا عندنا. النهاردة هنعمل لحمة بصوص البابر المخلل، وهنعمل كمان جنبيه رز بسمتي بالخضار. تعالوا نشوف وصفة اللحمة هتبقى عبارة عن ايه. انا جايبة عرق لحمة ومقطعاه زي ما انتم شايفين تخينة كده، ومعايا دقيق وصوص او الباودر بتاع الديمي جلاس والفلفل الاخضر، ده بيبقى موجود في برطمانات فلفل اخضر مخلل في السوبر ماركت، وبصل ابيض متقطع صغير، وكريمه لبان. اول حاجه هجيب الطاسه الجريل واسخنها كويس جدا جدا، واقوم حاطه زيت كده، واحط بالظبط مكعب زبده، بس كده عشان ما تتحرق، ونوزع الزبده كده على كل الطاسه، تمام. نبتدي بقى نحط قطع اللحمه. شايفين اللحمة سمكها قد ايه؟ وبعدين يستحسن الوصفة دي تبقى ميديوم ويل، مش تبقى ويل دان، عشان نحس كده ان اللحمة جوسي من جوه. ممكن احط الباقي بعدين. تمام كده، يعني دقيقتين كده ونبتدي نقلبها على الوش التاني. تعالوا نشوف مكونات الرز ايه. نسخن بس الحلة الاول. هيبقى معانا رز بسمتي وخضار مشكل، فاصوليا وبسلة وجزر وفاصوليا حمراء وبصل وثوم مفروم. اول حاجة هعملها ان انا هحط معلقة زيت، نتبل اللحمة بس كده بملح وفلفل من هنا، وهنحط قطعة زبدة وهنستناها كده لحد ما تسيح. شايفين بقت عاملة ازاي كده؟ لا دي لسه. دي كمان نبص كده على هنا، تمام الزيت والزبدة سخنوا. نبتدي بقى نحط الخضار المشكل،
وخضار بالرز اكتر ما هو رز بالخضار، ونحط كمان الثوم المفروم. والبصل والفاصوليا كله عشان يتشوح كله مع بعض، وكمان الذرة. نقلبه كده ونتبله بالملح والفلفل. وبعدين نسيبه. ايه رايكم بقى نطلع فاصل نرجع نكمل الرز بالخضار وكمان نكمل وصفه اللحمه بتاعتنا؟ خليكم معانا. رجعنا تاني بعد الفاصل، شايفين اللحمه بقى لونها عامل ازاي؟ هنسيبها كمان دقيقه كده. نبتدي بقى نحط المرقه مع الخضار اللي احنا شوحناه كويس. ونسيبها كده تغلي عقبال ما نعمل ايه؟ هنحط الثوم. نوزعه كده والبصل. عشان كله ياخد نفس يعني ريحة حلوة جدا. تعالوا شموها معايا. هنجيب بقى الديمي جلاس الباودر وهنرشه كده. نقلب اللحمة على الناحية التانية. ونرش برضو كده. وبعدين نرش الدقيق بنفس الطريقة. ونقلب اللحمة عشان بس ما فيش حاجة تكلكع معانا. هرش الدقيق تاني. بس كده هغسل ايدي بقى. بس بعد ما اقلبها كده بقى هحط الكريمة واسيبها لحد ما ايه حس انها خلاص استوت. الكريمه بقى هي اللي هتكمل سواها. نبص كده على الرز. بس الرز ده هيستوي ان شاء الله في 10 دقايق، مش هياخد مدة طويلة.
كده تمام الرز استوى، نبتدي نغرفه. نحط هنا بس ده قبل ما نقدمه. ده رز فيه يعني 7 انواع خضار، فهيبقى مفيد جدا جدا للي هياكله، بالذات لو اطفال يعني. نحط شوية خضار كده على الوش. نحط عليه فلفل اسود وملح. وكده يبقى خلصنا النهارده الرز بالخضار. تعالوا نقدم اللحمه. طبعا انا عامله يعني اكلتين عشان يتاكلوا مع بعض، اللحمه بالبيبر صوص مع الرز بالخضار. كده يبقى خلصنا كمان النهارده اللحمه بالبيبر صوص. يا رب الوصفات تكون عجبتكم ومختلفه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.